الخبر الاول اللي عدنا عن ماريانا وردها على ياسو وريدر للمرة الثانية. فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري ولكنها حذفته ورد دقائق. طبعا شكرا للشخص اللي دزليها. طبعا بهذا الستوري هي كانت تحكي على ريدر وتقول له ريدر انت تقول ان يجيبون مشاهدات على اسمي فمنو انت اصلا. طبعا خلينا نكون واقعيين، الصراحة ان اسم ريدر يجيب مشاهدات، فيعني كلام ريدر بهذا الستوري كان فعلا حقيقي. على كل راح احط لكم رد ماريانا، شوفوا. بعدين هلا كنت عم بتقول انه جاوبوا على اسمي مشاهدات، انت مين بيعرفك؟ بس كتر خير البنت، يعني مين بيعرفك واسألي. هل تشوفون يا حبايب انه ماريانا كانت خايفة من ياسو وريدر فلهذا حذفت هذول الستوريات؟ اكتبوا لنا توقعاتكم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني وقصفه الماريانا والخالد النعيمي. فاول شيء محمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات قصف بها خالد بسبب تنزيل مقلب الكلسون النسائي ما توقعت تبكي، استغفر الله. طبعا جواني راح ينزل مقطع على اليوتيوب ويهبد به خالد وهدده انه حيخلي الناس كلها تضحك عليه. راح احط لكم هذه الستوريات شوفوا. على اليوتيوب فتحت هيك عم بتفرج هيك، شفت الفيديو الاول مقلب الكلسون والصداق عامل لي مقلب الكلسون. يا الله اليوم عندنا فيديو رح خلي الضحك يوصل للعالم كلياته. انا خلاص انا شخص بدي اترك اليوتيوب واستلمكم كلياتكم، استنوا فيديو اليوم. طبعا خالد رد على محمد جواني بحسابه بالانستغرام فنزل شويه ستوريات راح احط لكم الرد. لا حدا بيبعث لي بيقول لي شوف رفيقك جواني عم يحكي عنك كلب مشاهدات، الزلمه عم يحكي عن موضوع ثاني، واذا كان عم يحكي عني بيقول اسمي وهو توعد بفيديو اليوم لنشوف. اما الشخص الثاني فهو ماريانا، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يحكي بيها انه ماريانا كلبت مشاهدات، وحكي بيها شويه على بيسار، راح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. بسبب خلافي مع رفيقتي شالت عني الفولو، حاطه سؤال لرفيقتي اخر شيء، اوكي نحن يوتيوبر بنتابع بعضنا، انا ما بنكر واو انا ما بتابع فلان لانه على الان معه او بتكبر، لا نحن يوتيوبر بنتابع بعضنا، بس الكلبنه بالمشاهدات مو لهالدرجه يا جماعه، مو لهالدرجه. وكان علقت مع الناس طلعت اثباتات وسويت وعملت وانا اول من يعلق، بس اوكي جواني علق ولازم كلنا نعلق، بس انا لما علقت حكيت سبب مقنع بمشكلتي مع الشخص اللي قدامي، انتوا شو هالكلبنه هاي. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان وامها ودخولهم للمستشفى. فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات من داخل المستشفى، اما ليسان عن السبب فامها بيسان تريد تسوي شويه عمليات الوجه، راح احط لكم ستوريات على ما تعرفون وين تريد تسوي العمليات هذه. هلا ماما ما عملت اي شيء بوشها تمام، وهلا حاليا دكتوره سوزان نحن اهم شيء عندها نحن نخفف هالمنطقه، عندها فيلر قديم وعامل بافنس بهالمنطقه منطقه صح العين. عندها انتفاخ فهلا حنذوب لها اياه، وبعد اسبوع حنروح هاي بعد اسبوع بنرجع بنظبط موضوع الفيلر لان هذا فيلر قديم. الشيء الثاني في عندها بهي المنطقه ضعف شوي دقنها ما له متناسب مع وشها، فنحن شوي نطول الدقن شوي صغيره هي كلها وشها حلو، بس نطول شوي الدقن وبنظبط الجو لاين عندها لانه مبلش عم يصير عندها منطقه اسمها الجاول هاي نازله، وبالتالي بس نعطي شويه تحديد بسيط. هلا هي كانت عامله من قبل خيطان كنت عامله، يمكن نحط بعد منها شويه فيلر بهالمنطقه هاي بس لحتى ندمج منطقه الخد كلياتها مع بعضها. اوكي مشان ما تكون منفصله او دكتوره. المهم بصير احلى من بيسان. ما حتصير احلى من بيسان، ما بيصير انت هيك الخبر الرابع اللي عدنا عن انس واصالة واغنيتهم الجديدة. فباخر مقطع على قناتهم اصالة كانت تغني اغنيتها الجديدة، راح احط لكم اياها على مود تسمعوها زين. جرحوني وعلموني الدمع خبيها بعيوني، الحب والقدر عذبوني. الله. طبعا اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب ايش قد انتم متحمسين للاغنيه وهل عجبتكم او لا. وبس والله لنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون في هذه زي مقاطع مملكه القصص. وبس مع السلامه.